ده معناه ان انا سلمت الكارنيه وبقيت معاش واحمد. الفن بالذات الفن مرض، عندما يصيب انسان يفضل ملزوع بالمرض ده العمر بيجري. اللي هو بعد خلاص بقى سبت التمثيل من حد كده ما فيش شغل. بس ما سبتش التمثيل. ما اعتزلتش. لا ما اعتزلتش. بس انت بعيد بسبب ان ما فيش شغل بتاعك. ما فيش شغل بتاعك ده. ده مش اعتزال. لا مش اعتزال. الاعتزال معناه ان انا سلمت الكارنيه وبقيت معاش واحمد. لكن انا اللي سلمت ولا بقيت. والفن بالذات الفن مرض. الفن مرض، عندما يصيب انسان يفضل ملزوع بالمرض ده الى ما شاء الله. يفضل طول عمره مهما كبر عايز فن. مهما كبر. ويتلقى. ولو الدنيا وقفت يفضل مستني على انه في امل، في يعني مدي امل للمهنه لاقصى درجه. طب كان في مصدر دخل تاني طول السنين اللي فاتت كلها ولا وقت ما ده الكل كان على الفن؟ لا مفيش. انما بيجي لك فلوس عن طريق عملت حاجه، عملت خدمه ممكن او مش ممكن. وفي بعض الناس ما بتاخدش مقابل لانها ممكن في ناس ما بتاخدش ما بتديلكش مقابل. مش دايما الموضوع معاك طبعا. مش دايما طبعا. وبعدين في بعض الناس ممكن تقول لك ايه نوع الخدمات اللي ممكن تاخد منها فلوس؟ لا ما هو ما بتخدمش خدمه اللي هي يعني بتبقى عرضه لاي واحد يتخدم وياخد فلوس. لا 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 لا. وان هو الفلوس اللي كانت بتيجي مقابل خدمات. يعني. ما فكرتش ان انت مثلا تشتغل حاجه ثانيه؟ ايه ما خلاص بقى العمر بيجري. ما عندكش طول بال ان انت تتعلم؟ لا لا بالعكس، انا ده انا رجلي دي فيها تعويله ربنا يستر عليا فيها. تعويله ايه؟ رجلي دي. فيها تعويض في اخر رجل تحت. مهما قفل الجرح بيفتح. مهما قفل. حضرتك مريض سكر؟ لا. طب نتيجة ايه؟ عملت كل التحاليل اللي في الدنيا اتعملت وكان مجاني. مجاني. كانت تروح مع دكتور يعمل ثلاث تحليلات خلاص عليه، مع واحد تاني عليه. هي دي الخدمات اللي يعني ايه؟ يعني مش شرط اللي يخدمك الفلوس. يعني دكتور فلان يعمل لك 10 خدمات بثمنهم 10,000 جنيه بس يعملهم على حسابه. حضرتك مش بتعاني من اي مشاكل صحيه؟ لا خالص الحمد لله. هي موضوع رجلك ده؟ لا بس الحمد لله. مش عارف له لحد دلوقتي سبب او جرح مش بيهمك؟ لا ده انا كنت هروح الاسبوع الجاي لدكتور في القوات المسلحه. وانا بحب الدكاتره في القوات المسلحه بالذات. راجل كبير في السن. اعرض عليه مثلا اعرض عليه عرض ده مثلا. انا برضو حضرتك عندك بنات ربنا يبارك. طبعا طبعا. الفتره اللي انت ما كنتش بتقول لك مثلا سليم مش بتشتغل مش بتشتغل ما كنتش بتقول لك هي؟ لا لا جبت فلوس جبت ما جبتش خالص. فكرت تكلم لا لا خالص النقابة؟ لا.